الله الرحمن الرحيم سيتم استهداف تجمع الآليات والجنود في إحدى المربعات في منطقة حي الأبد. سيتم استخدام قنابل برق المضادة للأفراد، وبإذن الله نسأل الله أن يسدد حماية المجاهدين ونطمئن شعبنا ونطمئن أمتنا العربية والإسلامية ونطمئن قيادتنا أن المقاومة بألف خير وأن أسرايا القدس موجودة محاضرة في الميدان في محور التقدم في منطقة حي الأبد ومنطقة المعسكر. وبإذن الله عز وجل سيندحر هذا العدو وسيهزم الجمع ويولون الضبع، بل الساعة موعدهم وساعة وقتهم. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر.